قيدنا في نهج الورد مرسى كيف عملوا البريزيدنسيال. قلنا تنشوفوا زا كاينين شي, عملنا بلي سي ميس لقى روحنا في برلين. صحيح انا احنا نعيشوا بين تونس وبرلين, ما عمرنا لقي لا انتخبنا في برلين. جينا لليزي مشكورين, فهمونا وبدلونا ورجونا في الورد, وعندنا اس ام اس ولا الاس ام اس نتاعنا نهج الورد, وعندنا البيرو نيميرو ان ولورو. اليوم الصباح مشينا نهج الورد ما فماش سمينا في الليستات, درنا لليري مشينا لليزي جينا لهنا العشرة وواش لقينا برشا عبيد حكينا. فما واحد بالتليفون مشكور خذينا كلمني قال لي مدام ساعتين ويكون الليست كومبليمنتير نبعثوها. هلا رمشينا رجعنا للمرسى مع ساعتين تاع العشية ما عندهمش برشا عبيد, فرحوا بينا قالوا لنا ما جينا حتى ليستا. هلا رجعنا لهنا توا ممكن من الأربعة تاع العشية وإحنا واقفين, يعني نحس روحي كتونسية مهانة لأنه نهار مش نأدي واجبي نلقى روحي في الشارع, نلقى روحي ما يسمعني حد. ليزي ما خمتش حتى في عون يجب يقبل المواطن ويفهمه ويحكي معاه. الناس اللي موجودين هنا الأمن واللي موجودين في السيكوريتي ما عندهم ما يقولون, يعني حسيت اللي أنا إهانة كبيرة كاتاستروفيك. يعني أنا اللي قمت بواجبي وشجعت العبيد باش تنتخب وشجعت العبيد باش تعمل رؤية, ويعني الجماعة هذينا كل نخدم للانتخابات كمواطنة, ونهارت اللي أنا عندي الانتخابات نلقى روحي محرومة. يعني يلزم الجماعة هذو ناس نحس أنه لامور بروب مون امور بروب توشي كيلكو بار. Et je suis fière d'être tunisienne et aujourd'hui je me trouve bafouillée dans la rue comme si je ne sais pas, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que je ressens. معايا المطلب نتاع التسجيل نتاعي في بالي جيت الصباح باش نسجل لقى روحي مش مسجله, بعثوني من لافايت مشيت لافايت, لافايت بعثوني قسم المؤتمرات, هاني قسم المؤتمرات جبت ما حط شيء ما لقيت حتى جويب, شده ورقتي وثيقه رسميه حاجه ينتخبوا ولا حيقليها الا وثيقه رسميه. مشيت لهم شنو جاوبوك؟ اش قالوا لك بالضبط كي مشيت لهم؟ قالوا لي ما قالوا لي حتى شيء, اللي بعثوني هوني قالوا لي قطع تلقى اسمك عنديك برمش اقتراع وخرج على روحك الله يبارك يرحم والديك. جيت هوني باب مسكر قالك عنا اش عندهم ندوه صحفيه داخل. انا مسجل في دائرة تونس لحد دبس وقت جيت نلقى اسمي في سفاكس. في سفاكس في سفاكس تكحة شوية هفضل انا عندي فازة من دير بارس ايش قالوا لك كي مشيت؟ قالوا لي الذي في الانتخابات تقديش الانتخابات 2014 مشيت فهمة التسجيل سجلت وصل الفرمي قال لنا صلحنا لك وراء وصلت تقاعد في تونس. في 2014 ضربت 195 نلقى اسمي مثل السفاكس, مشيت لدير الاقتراع لباب سويقة اليوم باش ننتخب نلقى اسمي موجود. قالوا لي ما عندنا انا نسكن في نهج الباشا وننتخب في الصدقية. هاي الصدقية ريتها مشيت للصدقية قالوا لي انت ماكش مسجل وانا عندي الورقة هذيا كيفاش مانيش مسجل وعندي الورق. مشيت لليزي تاع لافايات, لافايات قالوا لي فوا صار بروبليم ودرا شنو كذا كذا وكل بلا بلا, راني قيدنا لك اسمك توا تمشي لهنا تنتخب هوني. جيت لهوني قالوا لي هوني فما ندوه صحفيه وما عندكش الحق تنتخب. اش معناتها؟ معناتها انا حسيت روحي انا جاي من السنغال وباش ننتخب في تونس ولا جاي من بلاصه اخرى مانيش تونسي ولا ما نعرف شيء. عسلمة العدل المنفذ عندي مكلفني حزب سياسي باش نبلغ للهيئه العليا المستقله للانتخابات بوقوع العديد من التجاوزات والخروقات اللي ممكن باش تاثر سلبا على نتائج الانتخابات. القانون يخولنا بما اني من اعمال التبليغ باش نوصلوا ونبلغوا بالطريقة القانونية للهيئة. مشينا للاك للمقر الفرعي باللاك ما مسكر ما فما حتى حد, والأمن ما يخليكش تحكي معاه يقولك لأسباب أمنية ما فما حتى حد وعندهم الحق. مشينا للمقر الرئيسي ابن الجزار تونس كيف مسكر, جينا قلنا بالك شي احنا نلقاهم في قصر المؤتمرات
وينجم كيبلغوهم السيد أعوان الأمن اللي فما عدل منفذ يقوم بمأمورية مكلف حزب من قبل الحزب السياسي باش يوصل هالتجاوزات وهالخروقات اللي تنجم تلقى لها حل وقت يتوى وتتأمن بأكثر العملية الانتخابية وتمكن برشا ناس قاعدة نشوف فيهم ما نجموش يصوتوا رغم أنه ليزي بحثت لهم دي ميساج على تليفوناتهم باش يلتحقوا بمكاتب اقتراع معينة ويقع عدم قبولهم. ما خرج لي حتى حد من ليزي وعندي ثلاثة سوية راني نستنى ووصلوا أعوان الأمن قدامي معناها الأطراف هذه وتحدثت مع برشا ممثلين على ليزي داخلين هكا لقيتهم في الباب أونديغي ولينا معناها هذا واجب وطني اليوم ولينا أونديغي نستناو ونطلبوا في رحمة ربي بربي أمنونا العملية الانتخابية بربي أسمعونا وخذوا معناها راهو التبليغ بالطريقة القانونية يهديكم وكي يعرفوا اليوم مكاتب الأمن والحرس ومحاكم الناحية ما نجموش نبلغوا فصل 8 بالطريقة القانونية باش من بعد يقوموا يتجاهلوا ويقولوا راهو ما وصلنا حتى شيء بالطريقة القانونية وراهي صارت عمليات انتخابية شفافة ونازيها وكيف ما هذا قاعدين نشوفوا فيه اقبلوا توا ما تبدل حتى شيء. إيه ميرسي وإن شاء الله تعدي. مشيت قيدت في البلدية نتاع بلفيو فهمتني باش ننتخب في المدرسة الابتدائية حي الازدهار بالبطاقة تعريف الوطنية نتاعي. مشيت اليوم باش ننتخب نرقى اسمي مش موجود جينا نشوفه اللوجو نرقى روحي مقيد في السعودية في جدة بالنمر والباسبور. جيت لهنا شوف مسؤول شوف كيفاش نوى الحل قالوا لي ما فماش حل ما يعودي كيفاش وصل انا نمر الباسبور متاعي لجدة للسعودية معناها واحد يبدأ قاعد على روحه طوى لهنا يبدأوا يجاهدوا طوى في داعش في سوريا بالباسبور متاعي شكون اللي قيد وشكون مسؤول عليها كيفاش وصلت الحكاية ذي جاوب ذي ما فماش مسؤولين يقول لك خاتيني لا ما فماش مسؤول لا ما نعرفش لا مانيش انا لا ايش هي نعم كان على الفوت انا مانيش ما سي طوى وفيه الوقت انا مانيش منتخبين اي اما كيف اعطيونا جواب نجمو نقعدو نحكيو من هنا الغدوة صباح ونتلمو العباد ونحكيو في الصحافة اسكو فما اجراءات باش تتاخذ اسكو فما قرارات باش تتعمل اسكو فهمونا والله ما ويعمل والله غريبة والله كاو هذا اخويا اش عندي باش نقول وقت اللي انا من شهر جويلية وانا نحاول باش نقوم بواجبي وكل ما نكذبش عليك مستاقة برشا 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 على خاطر نعرفش انسان يجري 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 حاجة بسيطة إذا كان في عام 2011 غلطوا لي في بطاقة التعريف مش غلطي أنا عندي 40 سنة عندي بطاقة التعريف منيش صغيرة أنا فوق 60 معناها وتوا يعملوا غلطة هم الكتاب نتاعهم نتاع بودور حاسين نهار أنا عندي الانتخابات نلقى روحي بحرومة يعني يلزم جماعة هذو ناس حاسة الأولى مغبوب مونا مغبوب توشي كيلكو با Et je suis fière d'être tunisienne et aujourd'hui je me trouve bafouillée dans la rue comme si je sais pas, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que je ressens.